اهلين اهلا وسهلا ابيك نسا سمك شنو اللي مقلق؟ عندي بروبليم في ظهري. لا من نهار شنت جيبوزي انا من قبل 150 كيلو بون بروبليم تاع ظهري بدا نهار بيرديت لو بوا دوك عنده 5 اون اللي فقت له البروبليم درت دي كونسلتاسيون في لوبيتال في الجي قالوا لي بلي عندي بروبليم في العمود الفقري معود شويه قالوا لي 1 مليمتر من الدني. تمارس رياضه ولا ما تمارسش؟ كنت دوك حبست على جال ظهري كنت نير الباسكت دوك عندي هنا انا وانا حبست عندك عام بي والوجيعه هذه في الجلوس توا كي تجلس هكا عندك الام وي عندي بروبليم ديجا ني دار اون سانتور ديجا ما نقدرش نحي كاع بوندون دو 4 زون ان اون منها ما نحيتهاش كاع غير كي نجي نرقد باش نقدر نوقف ونتحرك سينو جو بو با. عملت ريديكاسيون؟ ريديكاسيون نو مدوا لي تاني كريديكاسيون ما عملتش الله ما عملت هذه الحكايه عندي هذوك 4 اون. هكا فماش وجع سايب فماش وجع بدا بعد الراديو جو بريفير با يقول لي الدكتور باش ندير اوبيراسيون ان شاء الله يلقى لي سوليسيون واحده اخرى اللي تكون بلو ناتورال كيما يقول. اربع هذه في سلام بتاعك ما تفهمش هذه نفس الشيء قو ليه صحيح قو لا ليك ممتاز ياسر. عندي لي مشكل تاع لو دو تاعي ولا فراجيل دابو نقصو من الريجيم اللي درتو هذا في السبور. باهي خيري توا كملنا الاكزامان ثم بعض العلامات عندك شويه معناها راهو شويه وجاش في العمود الفقري عندك دي مسكل كونتركتوري ثم دي راديو باش نعملو بلاس قالي واش قالوا لي فالجي وزاد عطاني راديو نزيد نعاودو كيما اللي درتو فالجي من تما قالي بون نعاود نولي ليه البلوتو بوسيبل باش يقول لي كيفاش ندير.